سعدان الطيار. سعدان قرد ذكي واسع الاطلاع، يقرأ كل مساء الصحف ليعرف ما يحدث في العالم. ذات مساء قرأ سعدان خبرا عن الإنسان الذي غزا الفضاء ودار حول الأرض. قال سعدان في نفسه: ليتني أستطيع أن أحلق في الجو. وتساءل: لماذا لا أحاول صنع طائرة أطوف بها حول العالم؟ وأثناء نومه رأى سعدان أنه بدأ يصنع طائرة لنفسه جزءا جزءا، ولما أنهى صنع الطائرة ركبها وأدار محركاتها فدوت دويا شديدا واندفعت بسرعة عظيمة، ثم ارتفعت في الهواء. مرت الطائرة فوق الرباط، فشاهد سعدان صومعة حسان، وفوق أجواء الدار البيضاء شاهد مسجد الحسن الثاني، المعلمة الدينية الكبرى. وحلقت الطائرة في سماء مراكش، فرأى سعدان صومعة الكتبية وساحة جامع الفناء التي يقصدها السياح من كل أنحاء العالم. وطار سعدان بطائرته إلى جنوب المغرب، فحلقت به فوق مدينة العيون، ثم فوق صحراء وادي الدهب. هنالك شاهد قوافل الإبل تنتشر في الصحراء المغربية ذات الرمال الذهبية. حطت الطائرة في مطار الداخلة، فنزل سعدان وتفقد بحيرتها العجيبة التي يحج إليها الرياضيون من دول كثيرة. قال سعدان: سأستريح هنا أسبوعا، أطير بعده لأحلق فوق جبال الأطلس والريف ووجدة وطنجة وفاس وغيرها من المدن. لكن الرياح هبت قوية زعزعت أغصان الشجرة التي كان ينام فوقها، فأفاق سعدان من حلمه العجيب.